بنرحب بالمطربه وعد البحري معنا فوشيا. اهلا بيكي. اهلا بيكو، ازيكم؟ كان في اخبار عن اعتزالك والعوده، ممكن تشرح للجمهور ايه اسباب اللي خدتيها عشان الاعتزال وايه اللي خليكي ترجعي تاني؟ انا طبعا ما كانش قرار نهائي، عشان كان في يعني من قامات صحفيه وفنيه كبيره جدا، ومن اصدقائي طبعا اولهم عيلتي وجوزي طبعا، وقفوا بشراسه في وشي وغير الجمهور، كان في رفض تام، ويعني كان في تقريبا لا كان موضوع صعب. كان التليفون ما بيسكتش ما بيبطلش، وكتير ناس جات لي البيت، يعني كان في منهم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، وطبعا الملحن الكبير محمد ضياء، قالوا لي لا انت ما تعمليش كده. طبعا في صحفي كبير جمال فياض، كان في يعني ده بالمختصر المفيد لبعض الاشخاص اللي انا بحبهم جدا وبفتخر بيهم طبعا، وبفتخر بكل اللي جه عندي البيت، وكل حد يعني رفض انه انا اعتزل، بس هو انا شايفه الوسط. لا، ايه الاسباب اللي خلتك تفكري في الاعتزال؟ الوضع الفن ما بقاش حلو، الستايل الفني مش حلو، ما بعيد عننا كعرب تقريبا، يعني ما بقاش فيه تقريبا اهتمام على الطرب. يعني انا شخصيا بقدر اعمل اغاني مودرن كتير، بس بقى الطرب مش موجود، شوفي لي كده قليل ما فيش. فانا اتضايقت جدا، وفعلا قلت لا انا مش عايزه اكمل، حسيت ان انا فعلا مش عايزه اكمل، يعني جالي احباط. بعد العوده القويه ليكي يا وعد، في اي البوم جديد اغاني سنجل؟ اكيد انا البومي هينزل، انا نزلت 5 سناجل، وهيبقى في ان شاء الله تصوير الكليب، ان شاء الله هيعجبه. كلمينا عن حفله فلسطين، والحفله كسرت الدنيا، كلمينا عن الحفله ازاي كانت في فلسطين والاجواء. الحفله دي في فلسطين اتعملت عشان اوبريت، اسمه اوبريت شمس العروبه، شاركت فيه انا ونخبه من الفنانين العرب. طبعا كانت رحله صعبه لفلسطين، عدينا طبعا من المعبر، كان صعب جدا، نحنا يعني بجد ساعات طويلة جدا من الأردن للمعبر، من المعبر لجوه لرام الله، فكان الموضوع صعب ومخيف، وكان في أصلا توتر جوه، وطبعا شميت غاز لحد ما قلتها، بس احنا مش أحسن من أي حد في فلسطين بيتعرض للحاجات اللي بتحصل جوه دي، واحنا معاهم قلبا وقالبا، وربنا يفك عنهم يا رب قريب ان شاء الله، وعن كل الامه العربيه. اخيرا تقولي ايه لجمهورك بعد الرجوع القوي لوعد؟ انا دلوقتي ما بعتبروش رجوع قوي، ان شاء الله الرجوع القوي هيبقى بفيديو كليب وبالبوم، ان شاء الله هيبقى قوي، ده وعد مني انا وعد باذن الله. وأحب أقول لهم شكرا على دعمكم دائما، وأتمنى أن أنا دائما أبقى عند حسن ظنكم، ويعجبكم الألبوم ويعجبكم الفن اللي أنا بقدمه.